نبقى الآن مع ما رصدته كاميرا المراقبة، حيث توثق سرقة سائق سيارة أجرة من نوع النترا ألنترا لحقيبة امرأة مسنة بعد عودتها من التقاعد الكائن في شارع فلسطين ببغداد. ونشطاء أرجعوا سبب انتشار هذه الظاهرة إلى البطالة وانعدام الأمن. نتابع. ظاهرة سرقة الحقائب النسائية تتزايد في عموم المحافظات، ويرجعها الكثير من المتابعين على مواقع التواصل إلى البطالة وازدياد معدلات الفقر وغياب الأمن، وأيضا ضعف الوازع الديني لدى الشباب أنفسهم. كاميرا مراقبة جديدة توثق سرقة حقيبة من يد سيدة أخرى، هذه المرة في عنكاوة شمال غرب مدينة أربيل.